معايا عبر الهاتف الان سعاده السفير شريف سيف سفير مصر في كوت ديفوار، نطمن منه على بعثه منتخبنا الوطني في كوت ديفوار. يا فندم مشرف ومنور وسعيد بتواجدك معانا في برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري. اهلا اهلا استاذ كريم، ميرسي لحضرتك جدا، ميرسي لحضرتك جدا. نتشرف جدا بحضرتك. الاول طمنا على بعثه منتخبنا، طمنا على الحاله المعنويه، طمنا على الحاله المعيشيه المنتخب مصر في كوت ديفوار، الامور كلها على احسن ما يرام. والله الحمد لله، حضرتك عارف ان البعثه الحمد لله وصلت امبارح بسلامه الله، وانا شرفت ان انا اكون في الاستقبال يعني البعثه، وايضا جانب كبير من المسؤولين الاداريين واللجنه المنظمه والكاف، والاجراءات الحمد لله تمت بسهوله يعني، واتجهنا على طول لفندق الاقامه. وزي ما حضرتك عارف النهارده يعني اول يوم فندق الاقامه، المسؤولين المصريين جم وشافوا الفندق قبل كده الممثل للاتحاد، والحقيقه الفندق فندق متميز وفي وسط البلد، ويعني مجرد ثلاث دقائق بس يبتعد ثلاث دقائق عن الملعب اللي ان شاء الله هتقام عليه مباريات منتخبنا باذن الله. هايل. الاجواء بقى حضرتك، بالنسبه للاجواء، الاجواء في كوت ديفوار حقيقه يعني في ترحيب شديد بالمنتخب المصري، والايفواريين عندهم احترام كبير جدا لمنتخبنا. حضرتك عارف ان احنا كوت ديفوار التقينا كتير في مناسبات رياضيه، وبيجمع بينا الاحترام والود يعني، برغم ان في يعني صراع كروي يعني بين الدولتين، ولكن الحقيقه يعني هم مرحبين جدا وبيحترموا الفرق المصريه جدا وبيحترموا المنتخب، وطبعا في احترام كبير جدا لمحمد صلاح ونجوميه محمد صلاح واللي بيمثلوا محمد صلاح. شفنا يا فندم صور، شفنا صور وفيديوهات وقد ايه السعاده على الوجوه في جماهير كوت ديفوار او الشعب في كوت ديفوار لما شافوا محمد صلاح، كانت صور عظيمه جدا يعني. بالظبط زي ما حضرتك شايف، هم يعني في بقول لحضرتك احترام كبير وتقدير كبير لمكانته، وبيتابعوا الدوري الانجليزي زي ما حضرتك عارف، زي معظم الدول في منطقه غرب افريقيا، لان هم دول يعني دول غرب افريقيا دايما دول مشجعه للكوره وبتحب الكوره. عظيم. احنا النهارده كان اول تدريب للمنتخب، والحقيقه يعني انا برضو حضرت التدريب يعني، لان احنا مهتمين كلنا بالمنتخب يعني والقيمه الكبيره اللي هو بيمثلها، وكان في اشاده من الجهاز الاداري بالخدمات في الاستاد يعني، خصوصا ارضيه الاستاد كانت كويسه جدا اللي هو بتاع التدريب، وايضا الاضاءه، والتدريب استمر لمده ساعتين وبعد كده انتهى، وان شاء الله باذن الله يعني نواصل من جانبنا كسفاره وكجاليه مصريه وكجمهور مصري مسانده الفريق ان شاء الله باذن الله لغايه لما ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. طيب يا فندم، الجاليه المصريه في كوت ديفوار ان شاء الله تبقى متواجده بالكامل في ملعب المباراه، مباراه موزمبيق ان شاء الله. نتوقع هيبقى العدد كام مشجع او كام واحد من الجماهير يبقى موجود في هذه المباراه؟ والله حضرتك عارف ان موضوع التذاكر، هم اللجنه المنظمه هنا عامله نظام بحيث ان ما يبقاش لاي فرد الحق ان هو ياخد اكثر من 5 تذاكر، ولكن حتى الان احنا شايفين ان في اقبال كبير جدا من الجاليه المصريه، هي جاليه صغيره مش كبيره، احنا اعداد المصريين مش كبيره قوي في كوت ديفوار، ولكن في ابيجان نفسها انا كنت التقيت مع اعضاء من الجاليه، وأدوا اهتمام كبير بالمشاركه واهتمام كبير بان هم يساندوا المنتخب المصري، فان شاء الله باذن الله يعني العدد يكون من 200 ل 300 مشجع، ان ما كانش اكتر من كده. عظمة. باذن الله ان شاء الله يعني هم قادرين على ان هم يعني يحفزوا المنتخب ان شاء الله، وربنا يوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله. جمعتني مكالمه مع الاستاذ خالد الدرندلي رئيس البعثه قبل السفر مباشره، وقال لي من المتوقع ان هيكون في سفريات اليوم الواحد بعد الصعود ان شاء الله باذن الله من دور المجموعات لمسانده منتخب مصر من الجماهير المصريه هنا من مصر. هل في اتصالات بين حضرتك وبين سفاره كوت ديفوار في مصر لتسهيل عمليه السفر بالنسبه للمصريين؟ نتمنى ان يكون طبعا ان احنا نوصل، وان احنا يعني ان شاء الله نكمل باذن الله، لان زي ما حضرتك عارف ان في
بيبقى فيه في الادوار المتقدمه ان شاء الله، يعني لو ربنا كرم باذن الله، اللي هي الحالات اللي هي بتيجي زي ما بنقول يعني في نفس اليوم وترجع في نفس اليوم ان شاء الله. انا اوريدي كان في تواصل طبعا بيني قبل السفر مع السفاره في كوت ديفوار، السفاره المصريه، السفاره الايكواريه في مصر، والحقيقه هم من جانبهم سواء هم او المسؤولين هنا يعني ما فيش اي عوائق بيننا، احنا بالعكس بنتواصل على طول. عزيز. وهم دايما عايزين يمدوا ايد العون يعني ويساعدونا فيما يتعلق بالتاشيرات، سواء ما يتعلق باستقبال الجمهور، ما يتعلق باستقبال الفريق، ما يتعلق بالتنقلات، بالاقامه. يعني هم الحقيقه عايزين، اللي هم عايزين ينجحوا البطوله، لان هم مقدرين كمان ان ده حدث كبير. يعني النهارده كان في مؤتمر صحفي للجنه المنظمه واستضاف فيه الصحافه الاجنبيه والصحافه المحليه، وكان في اهتمام بابراز الدور او التطوير اللي حصل في كوت ديفوار لمساعده على انجاح هذه البطوله والعمل على انجاح هذه البطوله. يعني فالحقيقه يعني في اهتمام كبير وفي تواصل مع المسؤولين الايجواريين سواء هنا او في القاهره. يعني عظيم. سعاده السفير شريف سيف سفير مصر في كوت ديفوار، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مجهودك مع بعثه منتخبنا الوطني، واشكرك بالتاكيد على هذه المداخله وكل هذه المعلومات المهمه.